خلوني اروح لابو ظبي وزميلنا ايضا كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره. اهلا بك كريم. صباح الخير يا يوسف، صباح الخير لكل مشاهدي قناه القناه الاولى. ربنا يخليك يا رب، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. طبعا فرحه ما بعدها فرحه عبقريه مصر، يعني بتعيش ايام جميله في كره القدم. صح، المنتخب من ناحيه والاهلي من ناحيه، وبالرغم اني زملكاوي يا اخي بس انا سعيد جدا بماتش الاهلي النهارده. والله بجد حقيقي، يعني الفوز على مونتيري في ظل غيابات وفي ظل ناس موجوده في المنتخب هناك بتلعب في الكاميرون، وبالرغم من ذلك الحقيقه الاهلي يعمل كوره حلوه ويعمل ماتش رائع ويفوز. ايه السر يا كريم؟ نعم طبعا متفق معاك. طبعا النادي الاهلي قدم اداء اكثر من رائع في وسط غيابات صعبه جدا جدا ان اي فريق كره قدم يتحملها، سواء الفريق يعني بطل متوسط ضعيف، مستحيل يعني نظريا وعمليا مستحيل ان فرقه يبقى فيها هذا الكم من الغيابات في كل الخطوط. يا يوسف كل الخطوط، الحارس الاساسي غايب، الاثنين مساكين يعني الاساسيين غايبين، الباك اليمين الاساسي غايب، الهاب ديفندر الثاني مع اليو ديانج غايب، رقم 8 غايب، المهاجم الرئيسي غايب، كميه غيابات طبعا، وكمان الجناح الاساسي اللي هو بيرسي تاو غايب. صعب جدا صعب جدا تستحمل هذا الكم من الغيابات، ولكن فعلا النادي الاهلي بيطبق يعني المقوله الشهيره مستحيل مش اهلاوي. اللعيبه عملوا مجهود اكثر من رائع، الولاد الشباب شفنا محمد المغربي ولد صغير في السن اول مره يخوض تجربه زي التجربه دي، واقف راجل وتحمى على نفسه لغايه لما اتصاب، وان شاء الله يتمنى له الشفاء السريع. فاعتقد النهارده شفنا سيمفونيه اهلاويه حققت الاعجاز بكل تاكيد. حلو جدا. انا دايما اقعد افكر يا ترى هل ترى هنعمل ايه؟ يعني الاهلي لحد دلوقتي في التمام التمام، الماتش اللي جاي هيبقى مع بالميراس البرازيلي مش كده؟ نعم نعم نعم. تفتكر هيحصل ايه؟ والبرازيليين برضو مهمش سهلين، شداد عظمهم ناشف، عظم ركب يعني. اكيد احنا بنتكلم على مواجهه مكرره لمواجهه اللي حصلت السنه اللي فاتت في مونديال الانديه في قطر، والنادي الاهلي ساعتها لعب بالميراس في مباراه تحديد المركزين الثالث والرابع، والحمد لله ساعتها الاهلي حقق يعني نتيجه طبعا ناس كثيره ما كانتش متوقعاها ان هو يتغلب على بالميراس بطل ليبرتادوريس وبطل البرازيل وخد منه الميداليه البرونزيه. السنه دي بنامل ان شاء الله ان النادي الاهلي يكرر نفس السيناريو ويكرر نفس الانجاز، بس المره دي بقى لما نكسب بالميراس مش هناخد برونزيه، لا ده احنا هنصعد بالمره الاولى في تاريخنا للفاينل، فاينل المونديال. اكيد النادي الاهلي اسم كبير في افريقيا يحب يكرر الانجاز اللي حققه قبل كده، نادي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطيه ونادي الرجاء المغربي، الاثنين دول قبل كده تمكنوا من الصعود طبعا للفاينل. طيب تتوقع انه الماتش ده يخلص كام كام؟ قول ان شاء الله يعني، يعني انا هستعير من محمود عبد العزيز في فيلم الكيف، البرازيليين دول عظمهم ركب ما بيتقرش، وان قرشته ما يتبلعش، شداد. والله شوف والله يعني ان شاء الله واحنا عندنا غيابات زي ما كنا بنقول. طبعا والله في الاعتبار احنا طبعا مستنيين برضه الساده المشاهدين يبقوا معانا في الصوره، احنا ان شاء الله باذن الله ربنا يشحط على يعني يكرم المنتخب المصري بكره ان شاء الله، ومنتخبنا يفرحنا ونكسب كان باذن الله، ونعدي طبعا عقبه مش سهله، وباذن الله بقى اللعيبه الدوليين يرجعوا للاهلي، دول هيفرقوا جدا جدا مع النادي الاهلي خلال الماتش الجاي. اللعيبه رجعت وهم فات ويقدروا يلعبوا ماتش يوم الثلاث ان شاء الله باذن واحد احد، باذن واحد احد ما نلجاش للاشواط الاضافيه ولا نرجع حتى لغايه الترجيح، والنادي الاهلي يقدر يحسمها في الوقت. طب ايه رايك في اداء موسيماني؟ يعني موسيماني ده ناله من الهجوم اكثره، وكم من ناس قالت لك يا جماعه كفايه موسيماني غيروه بقى احنا مش قادرين، واضح ان موسيماني عارف بقى بيعمل ايه. شوف اكتر حاجه انا محترم فيها بيتسو موسيماني النهارده ان هو ثبت على الطريقه الجديده اللي بيلعب بيها، يعني موسيماني السنه اللي فاتت اول ما بدا مع الاهلي لعب 4-2-3-1، السنه دي لما جاب بيرسي تاو وكمان غير بعض المراكز اللاعبين لعب بطريقه 3-4-3. انا كنت متخيل ان هو ربما يتراجع بسبب الغيابات، انا بحترمه جدا انه ثبت على طريقه لعبه رغم غياب العناصر الاساسيه، واعتقد ثبات طريقه اللعب خلت اللعيبه برضه تلعب نفس اسلوبها وامنت النادي الاهلي في الدفاع بشكل كويس. نظر احنا مش بنتكلم يا يوسف على مباراه خسرت 1-0 بس، لا دي خسرت 1-0 والنادي الاهلي مضيع حفنه من الاهداف، النهارده المباراه كانت ممكن تخرج بسكور للنادي الاهلي. فانا ابدي اعجاب بيتسو موسيماني في ثباته على التشكيل،
حسابات قصدي عطيه اللعب رغم غياب بعض العناصر، وكمان ثقته في اللعيبه الصغيره وان هو دفعهم وطلع منهم افضل ما عندهم. باذن الله يا رب خير. انا بشكرك جدا 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 زميلنا كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره، محدثنا من ابو ظبي.